السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، باشمهندس اللي فاضل معاكم مهندس اسلام جميل، وان شاء الله هنبدأ في كورسنا الجديد واتعلم برنامج الريفت المعماري. الحمد لله الحمد لله. اللوحات بتاعتنا بالشكل اللي قدامنا ده كده، طبعا انا هظبطه بس ثانية واحدة، نفتح بس الفايل تاني عشان كنت عدلت فيه. ادي الفايل بتاعنا ده البلس اللي احنا هنشتغل عليه. هنشوف برضو جنرال لاي اوت وهنبدأ نشوف اللوحات بتاعته الليفيجنز وهكذا. ده معمول الانشاء بتاعه وادي الريفت المعماري بتاعه. ده شكل البلس ك جنرال لاي اوت. ادي القصر بتاعنا موجود هنا اهو بالشكل اللي قدامنا ده كده. ده المدخل الرئيسي، في مدخلين، واحد وادي الثاني. المدخل الاولاني بيطل على استقبال كبير موجود فيه مجلس خارجي عشان خاطر الضيوف او استقبال خارجي بالشكل اللي قدامنا ده كده، وده له استاتيكال سيستم لوحده. في غرفه حارس في الجنب اللي قدامنا هنا، في باركينج للسيارات، في مدخل وديكورات للمدخل بالشكل اللي قدامنا ده كده، في حمام سويمنج بول، حمامات سباحه وهكذا. ده ان شاء الله هنحاول نعمله بالتفصيل الممل باذن الله تعالى بالشكل اللي قدامنا ده كده. كمان في الجنب هنا اوت كيتشن بالشكل اللي قدامنا ده كده، مطبخ خارجي بعيد عن الفيلا وبعيد عن الاستقبال بالشكل اللي قدامنا ده كده يا باشمهندس. اللوحات بتاعتنا ادي البلانات. اولا المشروع بتاعنا بيتكون من جراوند وفيرست وبنت هاوس، غرف سطح بالشكل اللي قدامنا ده كده. احنا وظيفتنا ان احنا عايزين يا باشمهندسين نتعلم مع بعض ازاي اقدر اعمل الموديل الكامل المعماري ده على برنامج ريفت عشان اخد الموديل ده واصدره لبرنامج ريفت الانشائي. فاول حاجه بعملها يا باشمهندسين ان انا بجهز اللوحات بتاعتي بالكامل، جميع البلانات وجميع الاليفيجنز الموجوده عندي. فانا بحدد بلان بالشكل اللي قدامنا ده كده اهو. هبدا اعمل حاجه اسمها دبليو بي رايت بلوك. دبليو بي رايت بلوك هختار الباث اللي انا عايز احتفظ بيه موجود فيه. انا عامل هنا فولدر للفيلا بسميه كات فايل بلان اند ليفيجن، واسميه ده كده 01 جراوند بالشكل قدام ده كده، واقول له اوكي. اهم في الموضوع ان انا اظبط الوحدات تكون بالمتر. هقول له ديليت اوبجكت عشان يشيله لي ده كده اوبجكت، واقول له ديليت فروم دروين، واقول له اوكي. خلاص اوتوماتيك، خلاص شال الاوبجكت اللي قدامنا ده كده. بنفس الاسلوب هعمل رايت بلوك لده وده وكل الاليفيجنز الموجوده عندي.